50 يوم اللي فاتوا دول بقى عندنا ربع مليون بشر زيادة في مصر في 50 يوم. إنتاج إنتاج، ما هو لازم نتقدم في الإنتاج مش كده؟ البشر دول الشعور بالإنسانية. شباب، لما نقول أكرم أباك وأمك دي وصية من القديم لكن صالحة وممتدة في مفعولها لآخر يوم في الحياة. أبويا وأمي دول فوق راسي مهما يكونوا، فوق راسي. أكرم أباك وأمك وتقرأ سفر الأمثال، تقرأ بحسب تاريخ اليوم. يعني النهاردة إحنا يوم 25، تقرأ إصحاح 25. طب افرض النهاردة أنا انشغلت ورحت خدمة ولفيت وتعبت وما قدرتش أقرأ، مجرش حاجة، بكرة ابقى أقرأ 26. أحيانا أقول لفلان وأنا قاعد حبيبي افهم، حاول تفهم. في واحد بعيد عنكم مراكز الفهم مغلقة. الكتاب يقول لنا تجددوا، ها، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. ده بولس الرسول في رسالة رومي. تغيروا عن شكلكم، ده بيقولها من القرن الواحد، القرن الأول، ثوب جديد. في وسط الأمثلة امبارح اتذكر مثل دكتور مجدي يعقوب، مش كده؟ مجدي يعقوب ازاي هو طبيب عارف هو يعمل ايه، صح، سافر واشتغل بره ونجح لكن ما نساش مصر، وجه لغاية مصر واختار نقطة ما فيش يمكن حد يختار، اختار أسوان ويعمل فيها المستشفى الجميل بتاعه. ومش يعمل كده وبس، ده يدرب كمان أطباء. ولما اكتمل المستشفى وكبر وبقى فيه أطباء قادرين ياخدوه، ابتدى يفكر يعمل جزء تاني في القاهرة في 6 أكتوبر عشان يقدر يخدم عدد أكبر. ومجتهد، ربنا يديله الصحة، عمره فوق 80 مش كده؟ مجتهد، مجتهد في مصر ومجتهد لآخر وقت، وبيعمل وبيطلع إنتاجات وبيحرك الناس وبيشجع، وكان اسمه بس يفتح الأبواب. واحد مجتهد، اجتهد في حياتك، اجتهد، ناجح علميا وناجح كنسيا، خدم آلاف من الناس بصورته كطبيب، وخدم آلاف من الناس باهتمامه بالتاريخ وبالتراث. حط النماذج الحلوة دي قدامك. أخونا الحبيب وأختنا المبروكة، إنسان الله إنسان مريح، إنسان مريح في حياته، مريح في كلامه، كلامه كده كلامه حلو يفتح النفس. إنسان الله إنسان مريح حتى في أحلامه، في أشواقه، مريح في خدمته، يعرف يخدم ويكل الناس. في واحد يقول لك فلان ده ترابل ميكر، ده تحطه في حتة يتخانق ويا، وحضوره ده هو يخلي الإنسان دايما اللي حواليه بيحبه وينظر له بعين التقدير وعين الاعتزاز كده، ويبقى قامة في المجتمع. هو مفرح، دايما ابتسامة على وشه، دايما بيستخدم الابتسامة اللي بيسموها اللغة العالمية عشان توصل لكل إنسان. يرى كل شيء في الحياة حلو، حلو، عشان كده حياته عمالة تمتد. حتى من الناحية الجسدية ما تلاقيش الأمراض تهاجمه، لأن هو واحد متصالح مع نفسه، كل أجهزة جسمه شغالة ويا بعض حلو خالص. الخلاصة، الخلاصة عايز أقول لك كده شوية أولويات لحياتنا بقى كروشتة. أول حاجة في الروشتة، الله أولا، الله أولا. تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل نفسك من كل قدرتك. نمرة 3، خليك دايما إنسان صانع سلام. اوعى تخش في خلاف ما بين 2 تقوم تنصر واحد على التاني وتخش انت طرف في الحكاية ويضيع الموضوع. حب السلام. ليه؟ لسبب بسيط قوي،
طوبى لصانع السلام، ها؟ لأنهم أبناء الله يدعون. هب ابن ربنا وبنت ربنا لما اصنع سلام. مثلا ناس اتجوزوا أو ناس خطبوا وحصل خلاف، اصنع سلام واكسب الطرف الآخر، اصنع سلام، تقفلش الأبواب، خليك ناصح، خليك ناصح، ما تخسرش، اصنع سلام. نمرة ثلاثة. نمرة أربعة، اقتني نقاوة قلب من فضلك. خلي دايما قلبك نظيف بالتوبة، بالممارسات الروحية، بالصلوات، بالقراءات الحلوة، بالمشاهدات الحلوة، بالسماعات الحلوة. خلي قلبك دايما نظيف. هتعمل ايه بالحاجات الوحشة؟ موضوع الدينونة وإدانة الآخرين، عبر عن الموقف. يعني ممكن يكون قدامي موقف وأقول الموقف ده مش سليم، لكن ما أصدرش أحكام على الأشخاص. الخلاصة يا شباب، أنت في حياتك محتاج أنك تبني عمرك، تبني صح، وتكون بالحقيقة إنسان الله. ويقول لك كده: أما أنت فأثبت على ما تعلمت وأيقنت. اللي تعلمته استثمره، عارفا ممن تعلمت، تعلمت في كنيستك وفي بيتك وفي كليتك وفي الجامعة بتاعتك، وإنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة، تعرف الإنجيل، تعرف الوصية، وتعرف دليلك للسماء، وكل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم وللتوبيخ. يقول لي الحاجة دي غلط، تستمر وياكم سنين وسنين. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والآبد. Timet nointe minogna intima so sala bikatia so binte David ti sofia ente so